لا يخفى على الأردنيون أن آلية فحص السيارات في الأردن فريدة من نوعها ولا تتشابه مع أي طريقة فحص في أي دولة أخرى حول العالم. ولفهم فحص السيارات في الأردن نحتاج لقاموس ذو روايات متعددة لجميع المصطلحات التي تظهر على ورقة الفحص، خصوصاً تلك التي تظهر على فحص الشخصيات مثل دقة وقصعة وضربة على الفخذة وكحتة. ولا بد أن يكون التفسير مدعماً بأدلة علمية ومنطقية. الفحص خلص بعطيك المضبوط، يعني اذا مضروب بقول لك مضروب، جيد بقول لك جيد، قصعه خلص فيش مجالين. الفحص 25 ليره على الفاضي، بنزلك تحت السياره بقول لك قصعات مش عارف شو طعجات. كل السيارات اصلا بتيجي على الاردن قصعات، مره مطبات مره جوا اكيد تكون فيها قصعات. يعني بالنسبه للقصعه ما بتخوف، الدقه ما بتخوف، اللي بخوف اللي هي القص وضربه الشصي، الشعر القص هذا هو اللي بخوف. بعض الأمور قد تكون غير واضحة وليس لها تأثير على السيارة عموماً. ومن الأمور الغريبة في عملية الفحص هي أن الأدوات المستخدمة في الفحص عبارة عن كشاف ومفك يتم فيه كحت الدهان الشصي والرسم عليه لفحصه. علشان السيارة تكون ناجحة بالفحص بده يكون الهيكل الأساسي تبعها سليم 100% بعيد عن الحوادث، وتكون المجموعة الميكانيكية من مجموعة ستيرينج، مجموعة باور، المحرك، الأكسات، هذا اللي بأهل السيارة على النجاح. حتى السيارة لو متعرضة لحادث ومشغولة بالشكل السليم بالوضع الطيب اللي ترجع كما كانت عليه ما له أي تأثير على استخدام المركبة. بالنسبة للفاحص أتمنى أن يكون صاحب مهنة اللي هي تجليس ودهان المركبات. إذا كان صاحب مهنة تجليس مركبات بيكون هون مجال عمله، غير ذلك بيكون مستوى أقل، لأنه بيعرف الأبعاد وبيعرف المقاسات للشخصيات، وإذا السيارة عملت حادث هو اللي بيعرف كيف انسحبت وإيش الضرر اللي نجم عن الحادث. لازم يكون في تفاوت. إذا كان الفحص مطابق 100% في خلل، لأنها الأمور نظرية ما في شيء علمي. لاحظ إذا بنحط السيارة على الجهاز لكشف أعطال الكهرباء اللي في المركبة على 10 مراكز بيطلع نفس التقرير. فوت الفحص بالنسبة للسيارات من مركز لمركز، يعني على هوا ما بشوف الفحيص مثلا، في مثلا فحيصة بيقول لك هاي السيارة بتاخذ جيد عليها قصعات، في ناس بيقول لك لا قصعات، هو بكون شو شايف بسجل، فهمت كيف؟ هاي قصة تجيد. يعني بالنسبة للسيارات عادي، يعني ما فيها شيء، يعني مرات في سيارات تكون ضربة على الراس او قصعات في الراس. هلا بيجي الزبون او التاجر او المواطن بيجي بيدفع عليها مصاري للفحيص، او في ناس بتجيد يعني حتى برا مراكز الفحص بتجيد وبرجع الشخصي تمام جيد، يعني ما في اي شيء. الفحيصة او خبراء فحص السيارات يستخدمون لغة مشفرة مشتركة بينهم عن طريق كتابة بعض الرموز على الشخصي بواسطة مفك لكي لا تتضارب نتيجة الفحص. ما سبق كان رأي الشارع والخبراء، ولكن هل ستختفي هذه المصطلحات ونكتفي بالفحص التقني العام كالدول المجاورة؟